ما خلينا لهم اثر هنا مدينه ما بقى الا شيء جثثهم هناك تحتك شردوا هاي ساعتهم عافوا شردوا دواعي اوكي بس اللواء الثالث ضمن الألوية الفرقة الأولى وكلها معروفة بأنه اللواء هذا اشترك بعملية تحرير مدينة الفلوجة. هذا اللواء صدرت الأوامر بالاشتراك بعملية تحرير عملية نينوى، وكليتنا أنه فخر بأن اللواء يشترك بعملية تحرير ضمن عمليات تحرير عمليات نينوى. اللواء المحور مالته هو المحور الغربي، ممتد من قرية قهارة وصولا إلى قرية ناحية النمرود، ومن ثم الهدف الرئيسي هو مدينة الموصل. المحور مالتي يتكون من 23 قرية. هاي القرى أغلبيتها بها موجود بها سكان، إلا أنه بعض قاموا الدواعش بإخلاء ذول السكان إلى مناطق بعيدة باتجاه الموصل، وبقى قسم من السكان في هذه المناطق. المناطق اللي قمنا بتحريرها هي منطقة قهارة ومنطقة إبراهيم الخليل ومنطقة العدل. عندنا حصلنا على أسلحة، أغلبية الأسلحة اللي موجودة عندهم هي أسلحة محورة، اللي هي حصلنا على 23 هاون 120 مقذوفات، عبوات ناسفة، مساطر. واجهتنا سيارات مفخخة والحمد لله والشكر عاجلناها. السكان مرحبين بينا يعني، بس يعني كانوا ما يتوقعون يريدون ان نبقى بالمناطق اللي تحررت، هاي المناطق السكانيه، خوفا من عوده الدواعش عليهم، ولاقين الظلم يعني طبقين عليهم كافه الارهاب، هم ارهاب. اتمنى نتوفق بتخطي هاي القرى وصولا الى الموصل الحدباء. الله يبارك فيكم وجهودكم الجباره، وخلصنا مثل ما اقولوا حررتونا والله سيدي، والله يبارك فيكم. انتم من اي قريه؟ قرية العدل ناحية النمرود. والله سيدي كانوا محاربين على الدشداشة، على اللحية، على مواد غذائية ماكو، جوع، برواتب ماكو، تهجير، يعني عايشين بذل. والله نقول له الموصل سيدي لا يخافون من الجيش العراقي، الجيش منهم وبيهم، ما شفنا منهم والله كل شيء سيدي. احنا الشهادة لله، والله اخواننا وابنائنا وجيشنا ونفتخر بيهم. والله كنا نطلع من هنا إزارك طويل، يقولون إزارك طويل، زين لحيتك هاي هاي، لا 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 زين لحيتك وهاي، يعني فردنا وكان مدمرينا والله، تاشرون الدشات والله وهاي بس انا اي والله طبت اي والله اي والله. اللي يتابع قناه المواصليه اكبر مرتد، اكبر مرتد اللي يتابع قناه المواصليه، يقول يعني هي اللي انكلها تطلع يعني شلون سوالفهم. رجعنا الحمد لله وعادت الحياه لطبيعتها يعني ان شاء الله. أيوة. والله الكهرب والماء مساعدات هاي يمشي يمين. اي أيوة. والله أيوة. وما تخلون قصر ان شاء الله. والله تقدمهم حيل سريع ما شاء الله، تقدمهم حيل سريع، جونا احسب يعني فجاه ما ندل بيهم، احسب انا شردوا دواعش، شردوا طبوا من الجيش، والحمد لله كلهم تعاملهم كلهم زين، بس شنو الكهرب بس انقطعت الكهرب صار 3 4 ايام بدون مي، يعني شوي تعذبنا بدون مي، ان شاء الله ترجع الكهرب ويرجع المي، طالبين الحمد لله، وهسه امام فول. والله بالمدرسه درسنا بس لا عندنا كتب، درونا نشتري الكتب وما عندنا فلوس نشتري الكتب، وجابوا لنا دفاتر نكتب على الدفاتر، وما تفتهم كل شيء من الدفاتر، ودرسونا مثل دراسه قبل. لا السلاح وعلى هذا ها؟ اي على السلاح. قال ابو بكر وهذا والعبوات وشلون تضرب بالسلاح وشلون تضرب بالرشاشه.